السلام عليكم. اليوم نروح الملعب قسنطينة حيث نشاهد عملية تاع وضع الألواح الإلكترونية، وكان واحد النقطة حبيت نأكدها. أنا نقول فيما يخص ملعب تيزي وزو أنه ما راحش يكون فيه ألواح إلكترونية في ملعب تيزي وزو، لأن الألواح هذه مرتبطة بالمواعيد القارية المنافسات. بما أنه ما فيش منافسة في تاع الشان في ملعب تيزي وزو، إذن لن يكون فيه وضع الألواح الإلكترونية. إذن الألواح هذه تخص الملاعب اللي راح تدخل في المنافسة تاع الشام. إذن بعد ما وضحت هذه النقطة أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.